وللمزيد حول ما أحدثته عملية طوفان الأقصى في ذكراها السنوية الأولى على المستوى الاستراتيجي بأبعاده المختلفة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مقرر القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني، ومن جنين ينضم إلينا عبر سكايب رئيس مركز جنين للإعلام الأستاذ عدنان الصباح. مرحبا بكما معي دكتور ثامر وأستاذ عدنان. أبدأ معك دكتور ثامر، أصدرتم بيانا في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن مرور عام على طوفان الأقصى، أكدتم فيه بأن هذا الطوفان كان نقلة نوعية على صعيد القضية الفلسطينية وأدخل القضية وفلسطين في مرحلة جديدة في صراعها مع العدو الصهيوني. كيف تعلقون على صمود المقاومة والشعب الفلسطيني بعد مرور سنة كاملة على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني؟ حياكم الله أخي الكريم، وتحية لضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين الكرام. حقيقة عندما نستذكر بداية معركة طوفان الأقصى وهجوم المقاومة الفلسطينية على سكنات العدو وإلحاق هزيمة بجيشه الذي زعموا أنه أقوى جيوش العالم لما يمتلكه من تكنولوجيا حديثة ومعدات وآليات عسكرية جبارة، فإننا نستذكر لحظة من التاريخ العظيم الذي جسد المقاومة والصمود في وجه التحديات. ذلك اليوم يرمز إلى وحدة الأمة في إصرارها على الدفاع عن مقدساتها وحقوقها وأرضها. طوفان الأقصى فرضت واقعا في الصراع واقع جديد، انتقلت المقاومة إلى المواجهة المباشرة على مدى سنة كاملة مع العدو سطلت خلالها المقاومة الفلسطينية أروع أنواع المواقف البطولية، عمليات نوعية أدخلت بالعدو الصهيوني، وأثبت الشعب الفلسطيني أنه شعب حي ولا يمكن أن ينتني لكل جبروت الطغاة. أصبح الشعب الفلسطيني ومقاومته رقما صعبا لا يمكن الاستهانة به، على الرغم من الإبادة الجماعية من المجازر الوحشية التي ارتكبها ويرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة. هذه الأحداث تذكرنا بأهمية الوقوف صفا واحدا أمام الظلم أمام العدوان، والعمل على استعادة الحقوق المسلوبة والحفاظ على ديننا وهويتنا وتراثنا ومقدساتنا. طوفان الأقصى يمكن أن نستذكر فيه تضحيات كبيرة قدمتها المقاومة والشعب الفلسطيني من أجل حرية وكرامة الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنح القوة والثبات لكل من يقف دفاعا عن المسجد الأقصى وعن الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وضد داعميه، سواء من الدول الكبرى أو ممن يدعون أنهم دعاة لحقوق الإنسان وحرية الإنسان. نسأل الله أن يعيد الأمن والاستقرار لهذه الأرض المباركة، وأن يعيد نصر المقاومة ويرينا يوما أسودا في الاحتلال الصهيوني إن شاء الله. أستاذ عدنان، كما تلاحظ هذه العملية غيرت وجه المنطقة أو في طريقها لتغيير وجه المنطقة، حتى أن نتنياهو اليوم قال يعني علينا أن نغير اسم هذه الحرب من حرب السيوف الحديدية إلى حرب النهضة كما قال. تستشعر إسرائيل أكثر من أي وقت مضى بأنها محاصرة وبأنها تتآكل على صعيد إرادتها وقوة ردعها وقدرتها على يعني حسم المعارك مع أعدائها، وبالتالي كيف نرى الكيان الصهيوني اليوم بعد مرور عام على الطوفان؟ أبدأ من محاولة نتنياهو أو دعوته إلى تغيير اسم الحرب، وأعتقد أن الترجمة الدقيقة للكلمة هي حرب النهوض أو القيام، وهذا يعني باختصار أنه اعترف بأنه انكسر ويريد أن يقوم أو أن ينهض. هذا أولا اعتراف، الدعوة لتغيير هذا الاسم ودعوة لأن هناك سبب لأن تنهض. من تسمي نفسك أن تقوم أو أن تنهض يعني أنك قد وقعت. هذا ما فعله السابع من أكتوبر، وطوال عام كامل أثبت أن قد تكون لأي مراقب لأي محلل قد يكون من حقه أن يقول أن السابع من أكتوبر رغم كل العظمة الذي أحاطت به كما وصفه
الأخ القائد أبو عبيدة قبل قليل بأنه كان أكثر عمل كوماندوز في العصر الحديث عظيم معد جيدا، ولكن كان يمكن أن يدعي أيا كان طوال عام كامل أن 7 أكتوبر تحديدا اليوم كان فشلا وكان خطأ وكان انتكاسة وكان هناك خلل بهذا الجانب أو ذاك. لكن العام 365 يوم، نحن أمس أنهينا اليوم النهائي من العام الأول، واليوم افتتحنا عاما جديدا بهذه الحرب المباركة وهذه المقتلة البطولة التي يعيشها شعبنا في حالتين، جيش يملك من العدة والعتاد والقوة والخبرة والإمكانيات ما لا تملكه المقاومة، ويملك من الدعم والإسناد والغطاء من الدولة الأقوى في العالم هي الولايات المتحدة، ومن حلفاء كثر كبريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الذين يقدمون كل العون. وأن تصمد المقاومة عاما كاملا بالتمام والكمال تقاتل من موقع إلى موقع، ومن ركام إلى ركام، ومن حي إلى حي، ومن مخيم إلى مخيم، 24 ساعة على 24 ساعة، وأنت تعلم الحال الذي يعيشه قطاع غزة. يعني هؤلاء الأبطال المباركين يقاتلون في ظروف لا يعرفها، لا يستطيع أن يتصورها أحد، ظروف الجوع وظروف العطش وظروف وظروف الأهل الذين يقتلون ليل نهار ويذبحون، وهؤلاء أهلهم، أهل المقاتلين الذين الذي يقاتل على الثغر في غزة ويسمع أخبار رحيل زوجته وأولاده ووالدته ووالده وإخوته وأبنائه، ويواصل القتال بهذه العظمة وبهذه القوة. هذا يصنع التاريخ. وهذا اليوم أن يخرج الأخ القائد أبو عبيدة بكلمته بمناسبة 7 أكتوبر وبعد غياب استمر 3 أشهر بالتمام والكمال، من 7 تموز غاب ولم يظهر الأخ أبو عبيدة في حرب، اليوم أن يظهر ويقول وبشكل واضح هذه الحرب مستمرة وهذه المعركة مستمرة وهذه وهي معركة استنزاف. يعني وهي معركة استنزاف، استخدام هذا المصطلح سأتوقف عنده معكم أستاذ عدنان بعد قليل، لكن أذهب مرة جديدة للدكتور ثامر. دكتور، الحاضنة الشعبية الفلسطينية للمقاومة قامت بدور عظيم، بالإضافة إلى ذلك الحاضنة الأممية إنجاز التعبير، هناك أمة عربية إسلامية خلف الطوفان وخلف المقاومة الفلسطينية، ومنها الموقف الداعم القوي لهيئة علماء المسلمين في العراق الذي يدعم القضية الفلسطينية وتحديدا المقاومة الفلسطينية بهذا الشكل، وقد قاومت الهيئة كما يعني باقي الحركات التحررية في العالم قاوم احتلال الأمريكي من قبل. كيف نفسر مدى صمود تلك المقاومات في وجه الاحتلالات الكبيرة كالاحتلال الأمريكي سابقا للعراق واليوم الاحتلال الصهيوني في فلسطين؟ حقيقة ما دام أن هناك شعوب حية، شعوب لا ترضى بالذل والرضوخ للاحتلال، ستجد هناك مقاومة. هذه المقاومة يقودها خيرة هذه الشعوب. معركة طوفان الأقصى تعد من أبرز محطات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، أظهرت صمود غير مسبوق للمقاومة وللشعب الفلسطيني الذي احتضن هذه المقاومة ودعمها بكل ما يملك. نرى بكل وحشية الاحتلال الإسرائيلي يقصف ويدمر المدن ويدمر المستشفيات ويدمر المدارس ويدمر كل ما هو على وجه الأرض من أجل أن يرضخ الشعب الفلسطيني ويبعده عن مقاومته الشرسة التي أنهكت الاحتلال. هذه المقاومة واجهت آلة القمع والعدوان الإسرائيلي. المقاومة نفذت عمليات نوعية هزت أركان الاحتلال، كما أن المقاومة العراقية هزت أركان أمريكا
في العراق وأثخنت وأوغلت في القوات الاحتلال الأمريكي في العراق، مما اضطر الاحتلال الأمريكي أن يتخذ سبل وأدوات خبيثة، وكانت ربما من ضمنها أنه فتن الشعب العراقي بعضه ببعض. لكن نبقى في معركة طوفان الأقصى. المقاومة ضربت مواقع ومستوطنات الاحتلال. هذه رسالة قوية بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل الاستسلام، وأن حقوقه الوطنية والدينية خط أحمر لا يمكن أن يتجاوزه. في المقابل نجد أن ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين العزل، قصفت البيوت والمستشفيات، كل منشآت المدنية، كانت الدول الكبرى تدعم هذه هذا الاحتلال الغاشم. بالمقابل المقاومة الفلسطينية وحيدة في داخل رقعة جغرافية محاصرة من كل مكان. نعم هناك شعوب تدعم بالدعاء، تدعم بكل ما تملك من أدوات، ولكن هذا الدعم لا يرقى إلى ما نجد من قوات دولية كبيرة تدعم الاحتلال الصهيوني. أما كموقفنا هيئة علماء المسلمين، فمنذ انطلاق المعركة مع المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، هيئة علماء المسلمين تدعم بقوة هذه المعركة والشعب الفلسطيني والمقاومة. نحن مناصرون للمقاومة، ونعتقد أن دعم المقاومة الفلسطينية واجب ديني ووطني وإنساني، وواجب أخلاقي لا يمكن التراجع عنه. ندرك أن المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي ليست فقط هي معركة الشعب الفلسطيني، بل هي معركة كل الأمة الإسلامية والعربية من أجل تحرير الأرض والمقدسات واستعادة الحقوق. الهيئة عانت سابقا في العراق من احتلال أمريكي غاشم، وصمدت أمام هذا الاحتلال، وإلى الآن هي صامدة بمشروع الاحتلال وتقاومه بما يمكن، ولكن على مراحل، لكل مرحلة هو مقاومة معينة. لذلك الهيئة تدعو الآن الشعوب العربية من الانتقال كما بينت في بيانها من حالة التعاطف الإنساني إلى مرحلة الزخم الميداني لكسب المعركة واختصار الوقت على المقاومة لكي تبلغ غايتها وتحقق أهدافها. نعم هذا كلام مهم نأتي إليه لاحقا أستاذ عدنان. دخول المقاومة الفلسطينية وإعلانها عن ذلك بشكل واضح اليوم بأنها في مرحلة استنزاف، وبأنها قادرة على استنزاف العدو فعليا، وذكرته بما مضى من احتلال قطاع غزة الذي آل في النهاية إلى تحريره عام 2005 وانسحاب قوات الاحتلال من جانب واحد، وربما يعني يكرر الاحتلال أخطاءه مجددا، لكن على أي حال يظهر من أداء المقاومة بأنها فعلا تعمل وفق هذا المنهج الاستنزاف، وخاصة أنها استطاعت في الذكرى الأولى أن تضرب تل أبيب مجددا. أولا الكلام الواضح والصريح والمباشر يدل على معرفة العدو ومعرفة الذات، ومعرفة العدو ومعرفة الذات بالمعنى المباشر العلني. يعني يقول القائد الأخ أبو عبيدة عن فرق الإمكانيات الهائل بين المقاومة وبين الاحتلال، وبنفس الوقت أن يتحدث عن الاستعداد لحرب استنزاف طويلة، وكلمة استنزاف مفتوحة، هذه حرب مفتوحة. بالتالي هذا يقول للعدو أننا جاهزون لهذه الحرب، حرب الاستنزاف هذه ممكنة ونحن قادرون عليها وأنت غير قادر عليها. احتملت عاما كاملا طوال هذا العام أنت تحاول أن تغيب حتى أهدافك، أن تنسي العالم ماذا كانت أهدافك، تحاول أن تتحدث اليوم عن معنى جديد لحربك، لأنك بدت تدرك أن هذه الحرب طويلة، وهذه الحرب لا يمكنك، لست صاحب قرار إنهائها. قد كنت صاحب قرار البدء في الاعتداء يوم 7 أكتوبر على قطاع غزة والجريمة، ولكن هذه المقتلة، الجريمة المقتلة، تحولت إلى المقتلة البطولة. بطولة رغم كل ما كنت به، رغم كل إمكانياتك، هذه البطولة ستتواصل بإمكانياتنا البسيطة، ولكنك تعلم أن هذه الإمكانيات البسيطة قادرة على الحياة وقادرة على المواصلة. ثم أننا نعيدك إلى أصل الحكاية، أن أصل الحكاية حين بدأنا أنت الذي أوجدت هذه الحالة، أنت الذي حاولت التهويل، أنت الذي أطلقت العنان الاغتصابي والمغتصبات والمغتصبين، أنت الذي ذهبت إلى المصرف، وأنت الذي سعيت إلى هدمه وسعيت وتدنسه
ولا زلت تفعل، والاعتداءات على الأسرى. نحن حين بدأنا كانت قضيتنا هي هذه، مجموع الحكاية الوطنية الفلسطينية والقضية الفلسطينية بناسها، بأهلها، بأرضها، بمقدساتها، بأسرها. هذه حكاياتنا، وهذه حكاياتنا لن تنتهي ولم تنتهي الآن. نعم. ونحن نواصل المسيرة إليها. أنت أيضا تحدثت عن الأسرى الذين اليوم في يد المقاومة، وأنت الآن تحاول أن تقفل هذه الحكاية، تنسي الناس هذه الحكاية، لم تعد حتى على ذكرها، وتحاول فتح جبهات أخرى لكي تخرج من أزمة أنك غير قادر على إيجاد مخرج، لأنك لا تستطيع أن تذهب إلى الصفقة، لأن الصفقة تعني تكريس الانتصار للمقاومة، وهو ما لا يريده لا الاحتلال ولا سيده بالمناسبة. نعم. وبالتالي اليوم نحن على أرض جديدة، ها نحن نفتتح العام القادم، وبإمكانك أن تحضر الآن وأن تعقد الصفقة الآن وأن تستعيد أسراك الآن، وإلا فالأمر ليس بيدك، والأمر لم يعد بيدنا، لأن الأمر سيكون بيد الميدان. الاعتداءات المتواصلة، الجرائم المتواصلة قد تجعل، وهو ذكر أمثلة، قد تجعل هؤلاء الأسرى في مرمى النيران المتشابكة أو في مرمى نيران العدو نفسه، وهذا حدث أكثر من مرة. لا أمل لك، إما أن تأتي كما فعلت في بداية هذه المعركة وحصلت على عدد كبير من أسراك، وإما أن تأتي الآن لتأخذ هؤلاء الماء، وإما أن يصبحون هؤلاء رون أراد جديد. نعم. مرة من أخرى. إذن أستاذ، نعم. أستاذ عدنان أرجو أن تبقى معنا. دكتور ثامر، تحدثتم قبل قليل عن الانتقال إلى الزخم الميداني، الضاغط على الاحتلال الصهيوني وعلى الأنظمة الغربية على وجه الخصوص التي تدعم الاحتلال بكل الإمكانيات العسكرية والمادية. وفي العام الماضي يعني كانت الأنشطة والفعاليات والزخم الميداني يراوح مكانه تقريبا بشكل عام، فلم يكن هناك ثم الضغط حقيقي، وحتى أن يعني بعض الدول الأوروبية كانت أكثر نشاطا وزخما من بعض الدول العربية بطبيعة الحال. هل يمكن استعادة زمام المبادرة من جديد والانطلاق نحو زخم شعبي ضاغط حقيقي من الناحية الإنسانية على الأقل السلمية على تلك الأنظمة؟ هو واجب الشعوب سواء كانت عربية إسلامية غربية، من يدعي حرية الإنسان، من يدعي حقوق الإنسان، واجب عليه أن يقف وقفة حقيقية جادة مؤثرة ضد آلة الإبادة الجماعية التي يرتكبها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. الموقف الدولي الرسمي مخجل بل متآمر متواطئ مع الكيان الصهيوني، بحيث أن الدول الكبرى تم فضحها أكثر من مرة، وكشفت زيفها بما تدعيه من حقوق الإنسان، لأنها وقفت مع المجرم الصهيوني ضد الضحية الفلسطينية، وفي أحسن حالاتها هذه الدول وأحسن مواقفها هي تحاول أن تساوي بين الجلاد والضحية، متجاهلة الحق الفلسطيني المشروع في الدفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال. المجتمع الدولي للأسف لا يرغب باتخاذ أي موقف جاد لوقف عدوان الكيان الصهيوني، ويكتفي بالتصريحات الباهتة والمنافقة. أما المواقف العربية والإسلامية التي كان واجبا عليها أن تقف بكل ما تملك، سواء بدعم المقاومة عسكريا سياسيا إعلاميا بكل ما تملك، فمن حيث المواقف الشعبية هي لم تقصر بشيء، المواقف الشعبية العربية والإسلامية ومواقفها جيدة، ولكن المواقف الرسمية للأسف تتسم بالسلبية عموما، وهي مقتصرة على الشجب والإدانات دون أن تتخذ خطوات فعلية لكي تدعم القضية الفلسطينية، سواء بالضغط السياسي أو الدعم المادي والعسكري للمقاومة. الآن الغرب يدعم بكل ما يمكنه سياسيا وعسكريا وإعلاميا الاحتلال الصهيوني والإبادة الجماعية. لماذا العرب والمسلمون، أقصد هنا الأنظمة، لماذا تتقاعس ولا تقوم بدورها؟ لذلك نقول إن طوفان الأقصى أصبح معركته تميز الصفوف وتكشف المتآمرين، تكشف المتخاذلين، تكشف المنافقين، تكشف كل من يدعي أنه مع حقوق الإنسان وبالحقيقة هو ضد حقوق الإنسان، لأنه يقف مع المجرم ضد الضحية مهما كان هذه الضحية تعاني من مأساة
وإبادة جماعية على شعب كامل، شعب فلسطين وشعب غزة. نعم. دكتور، هناك شيء آخر مهم، وهو أن هذه الأنظمة والحكومات العربية لا تشعر بأن هناك أي تهديد قومي لأمنها، يعني لأمنها القومي أو لأراضيها، وكأن الاحتلال يقاتل في مناطق أخرى، مع أن أي تغول للاحتلال على أرض عربية أو إسلامية هو في الحقيقة خطورة حقيقية على باقي الجغرافيا العربية والإسلامية. ولا أعرف كيف هذه الأنظمة والحكومات اطمأنت إلى نوايا الاحتلال تجاهها. هذا كلام يعني لا يمكن قبوله، لأننا نعرف أن احتلال مثلا احتلال غزة لا سامح الله والسيطرة عليها، لا يكون هناك أمام بعض الدول هناك لا الدفاع الاستراتيجي، ستكون محطتها التالية هي الدول المجاورة بلا نزاع، وسيعانون معاناة كبيرة. هذا الأمر لا يمكن قبوله، ومن يفكر بهذا الاتجاه فلا يمكن ولا يستحق أن يكون سيدا على بلد من البلدان العربية التي لها تاريخها ووطنيتها وعقيدتها وفهمها الاستراتيجي والتاريخي لما يريده العدو. والعدو يصرح دائما أنه يريد أن يحتل كذا. هناك تصريحات مثلا كانت من بعض الوزراء بأنهم يريدون بعض الأراضي الأردنية، ومشروع الصهيوني العالمي الذي هو لا يخفى على أحد بأن دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وهذا معروف ما هي حدوده وأين حدوده وأين تريد إسرائيل أن تتغول وأن تحتل هذه البلاد. ولكن إسرائيل هي تخطط خططا استراتيجية، ولكن للأسف هناك أطماع شخصية، هناك يعني للأسف أفكار ضيقة يمتاز بها بعض من يتسلطون ويتسيدون بعض الدول المجاورة. نعم، وهذا أستاذ عدنان أيضا ينطبق على سواء الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية، وكذلك على الأنظمة والدول الغربية التي تصدر حقوق الإنسان ويعني الحريات بكافة أشكالها، لكنها وقعت في مشكلة وتناقض كبير منذ عام كامل، ولم تستطع حماية حقوق الإنسان إلا بالكلمات العاجزة عن النصرة الحقيقية، حتى أنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا قطاع غزة لمرة واحدة فقط، أعني بذلك المحاكم الدولية، المنظمات العالمية، كلهم استطاعوا فقط أن يصلوا إلى معبر رفح البوابة من الجهة المصرية، ولم يستطيعوا إدخال المساعدات. هل بالفعل دكتور العالم عاجز أمام الإرادة الصهيونية الأمريكية، أم أنه متواطئ معها؟ العالم متواطئ، لأن العالم حقيقة كيف يمكن أن يكون عاجز؟ هذا الكون كل البشرية، الولايات المتحدة الأمريكية لا تصل عدد سكانها اللي هم كلهم مش أمريكان بالمناسبة، بلد احتلت أرض وقتلت أهلها وانتحلت شخصيتهم، هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد أمريكي واحد على أرض الولايات المتحدة. لكن الذي ينافق القاتل مرة يضطر إلى أن ينافقه إلى الأبد. العالم الذي ينافق بايدن الإيرلندي الذي لا ينتمي للبلد، ذهب أجداده إلى هنا، قتلوا أهلها ثم انتحلوا أسمهم وأسمح على أنفسهم أمريكيين وهم ليسوا أمريكان. هذا العالم الذي الآن يقول أن هذه بلد الحريات وتعاطى معها على أنها قائدة العالم الحر، أي حرية إذا كان الذي يقودك لصق قاتل ومنتحل لشخصية القتيل؟ لص سرق الأرض، قاتل قتل أهل الأرض ثم انتحل شخصي أسمائه، سرق هويته، والعالم من حوله يقول هذا زعيم العالم الحر ويتعاطى معه على هذه القاعدة. المشكلة ليست في الولايات المتحدة، المشكلة لمن ينافق القاتل، لأن القاتل صدق أنه على حق حين يقول، حين يسكت أهل الحق عن الباطل، من حق أهل الباطل أن يعتقدوا أنهم هم الحق، لأن أصحاب الحق صامتين. هؤلاء المتواطئين مع الجريمة والذين لم يتواطؤوا اليوم فقط، هؤلاء تواطؤوا منذ قبلوا هذا اللص القاتل منتحل الشخصية سيدا لهم، فهؤلاء أصلا اعترفوا بأنهم ميتين، اعترفوا بأنهم جاهزين لأن يفعلوا ما يريد.
ولذلك حين نتحدث عن إيرادات بعض الدول، هذه الإيرادات مسلوبة وسلبتها قياداتها. أنت ترى أن المظاهرات في لندن، الأصليين في لندن، أهل لندن وأهل بريطانيا، البسطاء، الناس الذين صدقوا حكوماتهم أنها حكومات تتحدث عن حقوق الإنسان والحريات، مئات الآلاف تخرج في باريس، في لندن، في برلين، في روما، لتهتف لفلسطين وللمقاومة ولحق الشعب الفلسطيني في الحياة. اليوم حين خرجت هذه الجماهير في الذكرى الأولى، هذه أكدت الآن على شرعية 7 أكتوبر، وعلى أن هذا فعل شرعي لشعب يقع تحت الاحتلال ويطالب ويقاتل ويناضل من أجل حريته، الذي لا يريد أن يستمع لمئات آلاف من أبناء شعبه تخرج لتصرخ. هذا مسلوب الإرادة ولا يملك إرادته. الذي يملك القرار الآن فقط، وما أسميه أنا أكاديمية الشيطان، لأنها ليست شيطان فقط، هذه تعلم الشيطان. الشيطان يذهب بالليل مساء إلى واشنطن، يأخذ درسه ثم يعود في كل مساحة. أنا أقول أن أي مشكلة على وجه، لماذا من الذي يصنع القتال في السودان يقتل أهلنا هناك؟ من الذي يقتل أهلنا في ليبيا؟ في كل مكان يقتلون الناس. اليوم زيلينسكي الممثل، وزيلينسكي رقم 2 في فلسطين المحتلة، استخدموا الولايات المتحدة أحذية ترتديهم بأرجلها لتدوس لتحقيق مصالحها في كل مكان. ولذلك انتصار المقاومة في منطقتنا مهم، لأن البديل، أقول لك ما هو البديل. نعم. البديل أن تجلس الاحتلال، لا سمح الله أن يجلس الاحتلال وسيده في غزة، وأن يقيموا قناة بن غوريون. هذا إذن سرقوا من مصر 10 مليار دولار سنويا من قوت أطفال مصر، من خزين المصري 10 مليار دولار، والخزين المصري نعم. أصلا في حال صعب. أستاذ عدنان، الحديث يطول وللحديث بقية بالتأكيد، وشكرا لك، أشكر جزيلا أستاذ عدنان الصباح الكاتب والمحلل السياسي، شكري موصول للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي بهيئة علماء المسلمين في العراق.